يا مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض آيس كريم سهل وبسيط جدا بثلاث مكونات بس. هنعمل آيس كريم المكنة أو آيس كريم ساندي، آيس كريم بالصوصات، حاجة قمر قوي. وزي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، هقولك ازاي على التركات تقدري تعملي بيها الآيس كريم ده ويطلع طعمه أحلى بكتير من اللي انت بتشتريه بره. وبلاش بقى نروح الأماكن اللي هي احنا عارفين اللي بيتباع فيها الآيس كريم ده، هنعمله في البيت أحلى وأطعم بكتير. تعالوا أوريكم، شايفين المطة؟ شايفين؟ عايزة أقولك إن أنا لو قلبت الكونو ده مش هينزل معايا الآيس كريم من كتر التماسك بتاعه، يعني آيس كريم متماسك وفي نفس الوقت طري ولذيذ كده، طعمه حلو جدا. وكمان الصوصات بتاعته طالعة وهم، يعني الآيس كريم طالع مع طعم الصوص خطير. عملنا آيس كريم الفراولة، وعملنا بالشوكولاتة، وكمان عملناه بالكراميل، وكمان عملنا آيس كريم كونو، حاجة كده خطيرة خطيرة خطيرة. أول حاجة معايا هنا كوبايتين من اللبن، وده أول مكون لينا في الآيس كريم. تاني مكون لينا جبت كيس من الكريم كراميل، واخدت الكيس الباودر، وهنسيب الصوص بتاع الكراميل على جنب هنحتاجه، هقولك هنحتاجه في ايه. بعد كده هحط كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، مهم قوي معلقة عسل الجلوكوز دي لا غنى عنها، هي دي اللي هتديني المطة الحلوة بتاعة الايس كريم. طب افرض انا ما عنديش عسل جلوكوز هعمل ايه؟ هتحطي يا اما معلقة من عسل النحل، يا اما معلقة من الشربات التقيل، وهتديه نفس القوام ونفس النتيجة. يا دوبك قلبته على البارد وهبدأ احطه على النار، انا عايزاه يا دوبك يبدأ يعمل فخاقيع كده ويغلي غلوة واحدة على النار، هو ده بس القوام اللي انا محتاجاه، قوام يكون متماسك وجميل. اي بقى علبة عندك، علبة تلاجة اللي انت بس هتجهزي فيها الايس كريم تكوني مجهزاها معاكي، وهي دي اللي هنعمل فيها بقية الخطوات. هنوفر مواعين كتير على نفسينا وهنعمل احلى ايس كريم زي ما انتم شايفين. هبدأ احطه في العلبة دي، وهكون العلبة بقى ليها غطا، وهبدأ أسيبه على الرخامة يبرد تماما، وبعد كده هبدأ أغطي العلبة دي لمدة ساعة في الفريزر أحطها. وبعد كده هرجع أحط المكون الثالث لينا، وهو كوباية من الكريم شانتيه. تقدري تستخدمي كريم شانتيه غير المحلى، وتحليه انت بالسكر زي ما انت حابه، او تستخدمي الكريم شانتيه المحلى. هتحتاجي كيسين، هو الكيس الواحد حوالي 45 جرام، يعني مش هتكلفك كتير. يا دوبك انا استخدمت ثلاث مكونات بس، كوبايتين من اللبن اللي هو حوالي نص كيلو من اللبن، كيس كريم كراميل اخدت الباودر بتاعه، وكوبايه من الكريم شانتيه. هبدأ اضرب فيها لحد ما يبدأ القوام يلف على المضرب كده ويديني قوام كريمي جدا، وهتلاقوا اللون يفتح معايا وبقى لون البيج الفاتح. شايفين المطة؟ هي دي المطة اللي انا بكلمكم عليها، وعشان كده احنا حطينا معلقة العسل الجلوكوز، بتديه مطة حلوة قوي. هظبط العلبة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اقفلها واحطها في الفريزر ساعة كمان. بعد ما نحطها في الفريزر ساعة كمان هنرجع نضربها ضربة تانية، وهو ده اللي هيدينا القوام الكريمي الحلو بتاع المكنة. طبعا كلنا عارفين مكنة الايس كريم بتنزل الايس كريم كريمي كده وحلو جدا، هتعمليه في البيت احلى واطعم بكتير. هتجيبي اي كيس حلواني واي بلبلة عندك، وهتبدأي تحطي الايس كريم ده، وهوريكي ازاي تقدري تعرضيه زي اللي انت بتجيبيه من بره. انا عايزه اقول لكم ان انا بنتي كانت بتتجنن على الايس كريم بتاع المكنه، وكلنا عارفين ايس كريم الصوصات ده بيتباع في مكان شهير جدا باسم ساندي. يعني هتعمليه في البيت كده بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهتبطلي بقى تشتريه من بره. هجيب اي كوبايه اكليريك عندنا، او حتى كوبايه ازاز، تبدأي تعملي زي وردات كده على شكل وردة كده بالبلبلة بتاعت الايس كريم كده، هتلاقي الايس كريم قوامه حلو متماسك. عايزة اقول لكم هو مش سايح، هو طري كده ولذيذ زي اللي احنا بينزل عندنا من المكنة. لو انا قلبت الطبق ده على ظهره مش هيقع مني من كتر ثباته وقوامه، وده شكله لذيذ. هنبدأ كمان نعمل لنا ايه واحدة كونو كده جميل. انا من عشاق البسكوتة بتاعت الايس كريم جدا، وبحب الايس كريم مع البسكوت خطير. ونبدأ بقى نجهز الصوصات بتاعتنا. عايزة اقول لكم بقى حاجة ومعلومة عن الصوصات بتاعتنا، الصوصات هتقدري تشتريها من اي حتة، صوص سهل وبسيط جدا. حابة تحطي الصوص ده، الصوص بيتباع في اي حتة، انا هجيب صوص الفراولة وصوص الشوكولاتة، وفاكرين كيس الكراميل
كان فيه معاه صوص كراميل، هو ده اللي هنحطه. ممكن تستكفي بأي صوص عندك، على فكرة انت ممكن تستكفي بالآيس كريم زي ما هو كده من غير أي صوص، بس نصيحتي ليكي لو حطيتي الصوصات دي دخليه الفريزر بالصوص كده حوالي نص ساعة ساعة، وبعد كده كليه، هتلاقي الآيس كريم أخد ودنة مع الصوص، والطعم بقى خطير زي اللي بتشتريه من بره. طبعا زي انت تكونوا بشوية من الفارماسي وحبة من البرينجلز كده الملونة، وزي ما قلت لكم اخر حاجه هزينها هو صوص الكراميل. وده كان فيديو النهارده، عملت لكم ايس كريم ساندي او ايس كريم المكنه بطريقه سهله وبسيطه جدا، والوانه وشكله خطير، ولادكم هيجننوا عليه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للقمر، لو حابين تشوفوا لي وصفات اكتر دوسوا على علامه الجرس تحت للاشتراك. شكرا لكم على المشاهده، وباي باي.